السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم شكرا بزاف بعدا على التفاعل اللي كان في الفيديو اللي قبل الاخراني، ماشي الاخر الاخر واخا ما تفاعلتوش فيه ولكن ماشي مشكل. المهم الفيديو اللي قبل ديال زياده الوزن، البروغرام اللي كنت حطيت لكم ديال الناس اللي بغاو يزيدوا البوا ديالهم، شكرا بزاف على التفاعل، هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تنساوش انني غنبدا ان شاء الله واحد السلسله قريبه هنا في لاشين ديال اليوتيوب، غادي ندير فيها كيفاش تريني في الدار ديالكم بدون معدات، كيفاش تريني غير في الدار، كيفاش تهز الثقل ديالك غير من الدار. مهم بالنسبه لهذه الناس اللي ماشي قادروش يمشيو للصال. مهم في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الصمته معروفه انها قال لك كتحيد الكرش، وشي ناس يقول لك انها ما كتحيدش الكرش. مهم كل واحد شي يقول صراحه. مهم الصمته هي هذه اللي كدير هنايا، المهم هذه راه معروفه هذه الصمطه. هذه هاد الفيديو غادي نهضروا على المزايا ديالها وغنهضروا على العيوب ديالها، يعني الحاجه اللي غير اشاعات مطلقين عليها. المهم نخليكم مع واحد الفيديو ديال هاد الصمطه هذه باش تزيدوا تعرفوا عليها مزيان. المهم بقاو معايا. To take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in. المهم كما شفتوا في هذا الفيديو اللي كنت خليت لكم دابا، بزاف ديال البنات كيديروا لهاد الصماطي هادو، كيديروا لهم الاشهار، لا بنات لا دراري، سواء البنات سواء الدراري صراحه كيديروا لهاد الصماطي، كيديروا لهم اشهار يعني من الشركات اللي كبارين، تيقولوا لهم ما نديروا اشهار ونخلصوكم، يعني تيكونوا سبونسورين معاهم، تيقولوا لكم خصكم تاخذوا هاد الصمطه حيت غتحيد لكم الكرش وبزاف ديال الحوايج. صراحه باش نهضر معاكم انا ديريكت، انا مكاين لهادي لهادي، غنقول لكم الصمطه علاش كتنفع. هي صراحه كتنفع لبعض الحوايج ولكن ما كتنفعش لبزاف ديال الحوايج، بحال نقولوا فيها حاجات اللي زوينين فيها وحاجات اللي خايبين. المهم غادي نبداو بالمزايا ديال هاد الصمطه وفريمو فاش كتنفع. بزاف ديال الناس غادي يشوفوا هاد الصمطه اول حاجه غطيح في بالك غيصحاب لك انها كتحيد الكرش، ولكن لا، هاد الصمطه عندها واحد المزايا اللي صراحه زوينين وكتنفع في بزاف ديال الحوايج. مثلا انا غنديرها وغنمشي نتريني، علاش غتصلح ليا نورمالمون؟ اللي كانت ما كتحيدش الكرش يعني علاش غادي تصلح؟ يعني من غنمشي نتريني اول حاجه ملي كديرها كتحمي هاد البلاصه ديالك، يعني اللومبير ديالك اول حاجه محمي، يعني حتى الا درتي شي فو موفمون ولا شي حاجه غتحاول تكالي عليك بواحد النسبه ديال 50% بحال اللي تنقولوا، حيت كاينين جوج انواع ديال الصماطي، كاينين هادو وكاينين دوك الصماطي ديال الدار، هادو حتى هما مزيانين صراحه. ثاني حاجه غادي تحاول تحيد لك داك الانتفاخ ديال الكرش، حيت كما تنعرفوا كاملين اننا ملي كنمشيو نخدموا واحد الموفمون ديال مثلا السكواد ولا البنش بريس ولا اي خدمه، اي خدمه ملي كنخدموا فيها كنحاولوا كرشنا نخليوها من فوق. ملي كتخدمها انت دابا انت اللي كتفرج، حاول دير غير واحد الموفمون ديال مثلا ديد ليفت ولا سكواد وقيس كرشك، غادي تلقى كرشك تنفخاش منين هبطتي لهذاك الموفمون ولا منين طلعتي، يعني كرشك كتبقى من فوق. يعني هاد الصمطه هادي ملي كديرها انت ما كتخليش لك داك الانتفاخ ديال الكرش. حنا عارفين ان الجسم ديالنا الا ولف واحد الحاجه كيبقى متعود عليها دائما، يعني الا تعود انه تبقى ديما تهبط انت بنفس الريتم ديال داك السكواد ولا ديال الديد ليفت ولا اي موفمون، يعني كرشك كتبقى من فوق. يعني باش تفادى هاد القضيه ديال الكرش ديالك تبقى من فوق، تنديروا هاد الصمطه باش كرشنا كتولي مجموعه، يعني واخا تنهبطوا كرش ما كتخرجش، حيت نورمالمون ملي كنهبطو كما قلنا في داك لي موفمون التنفس ديالنا، يعني انت ملي كطلع النفس وكتهبطها يعني كرشك راه كتنفخ وكتفش، كتنفخ وكتفش. هاد الصمطه هادي كتخليها لكرشك مجموعه، تتخلي لك حتى هاد الفيزيك هذا ديالك ديال هنا زوين، يعني ما كيبقاش عندك داك الانتفاخ ديال الكرش بزاف. المهم هادي صراحه هي الميزه الاولى ديالها. الميزه الثانيه هي انها تتخلي لك هاد البلايص هادو ناضيين، باش ما انا جربتها وما كنجربتها راه ما نقولش لكم هاد الشيء، ولكن باش نكونوا واضحين هي راه ما كتحيدش الكرش، هي كتخلي لك هاد البلاصه اللي تنقولوا لها حنا الواس، تتخلي لك مجموع، يعني مجموع واخا انت تتاكل مثلا واحد الماكله ما دايرش الريجيم وبزاف د الحوايج كتخلي لك هاد البلاصه مجموعه. نورمالمون الجسم ديالك راه كيتزادوا فيه الدهون، ايه، ولكن هاد الصمطه كتخلي لك ديك الدهون تيتزادوا ولكن كتخليهم لك مجموعين بحال تنقولهم بريسين، فهمتيني؟ ماشي بحال لا بقات مطلوقه عندك مثلا كرشك هاد الواس ديالك بقى عندك مطلوق، يعني الشحمه غتبقى غاده وتخرج،
جوني يعني ملي كدير هاد الصمتة نورمالمون هاد البلاصة هادي تتبقى لك مجموعة، ولا بقات مجموعة هذاك هو الحل، يعني كتولي عندك هنا واحد الفي دائما بالنسبة للكرش، بالنسبة للي زابدو، وحتى بالنسبة للي زوبليك، يعني كتبقى بحال اللي تنقولوا هذيك الفورمة اللي دايرها. المهم هي تنخليها لكم هنا، شوفوها الفورمة اللي تنقولوا لها حنا في هذيك الفورمة. مهم بصراحة هادو هما المميزات ديالها، يعني انا شخصيا كنصح بها الناس ياخذوها، باش انا ما راه ما داير لكم لا هذه لا هذه حتى ما جربتها، وكنبغيت نفيد بنادم يعني كتنفع في هاد الحوايج اللي قلت لكم. اكثريه ديال الناس راكم عارفين نتوما، اكثريه ديال الناس تيكون عندهم مشكل ديال الكرش ولا مشكل ديال هاد البلاصه فيها الشحمه. نزيدكم واحد القضيه، يمكن لكم حتى تخرجوا بها مثلا البنات، مثلا بنت اللي تلقى مثلا عندك اختي الكرش ولا شي حاجه، الا شي مره لبستي شي لبسه مثلا زويونه وبغيتي تخرجي مثلا وما لقيتيش يعني كرشك بقاش باينه في هرطاك ولا شي حاجه، تديريها كرشك بحال راه غتولي هاد البلاصه هادي ما عندكش الكرش نهائيا، يعني غتجمع لك هاد لابارتي كامله وغتخليك تباني ناضيه، فهمتوني؟ المهم هادو هما المميزات ديال هاد السميطه هادي. المهم هضرنا على المميزات ديال هاد السمطه، ودابا غادي نهضروا على واحد العيوب اللي صراحه فيها وما فيهاش بزاف ديال العيوب صراحه، واقيلا جوج ديال العيوب اللي غنقولهم لكم، يعني اللي ما كديرهمش هاد السمطه حيت بزاف ديال الناس عندهم هاد التفكير. اول حاجه هاد السمطه ما كتحيدش الكرش وما كتحرقش الدهون، هاد السمطه مجرد كما قلنا حنا في المميزات ديالها انها كتجمع لك الخصر ديالك هذه هاد البلاصه هادي يعني الويست، وكتخلي كرشك مجموعه، يعني ما كتخليش لك الكرش ديالك تنفخ، هذه هي اللي كدير. اما بالنسبه للدهون اش نقولها لكم ديما، بالنسبه للدهون ديال الكرش راه هاد السمطه ما كتحيدش نهائيا الدهون والو، زعما راه ما كايناش هاد القضيه كاع. الا بغيتي تحيد الدهون راه تنقول لكم ديما خصك ريجيم ديالك، الشيء اللي كنتي داير واحد الريجيم اللي غتنقص به الوزن وغتحرق به الدهون، اكيد هاد السمطه غادي تخدم معاك مزيان في داك الوقيته، من حدك انت تنقص الدهون ديال الكرش ديالك، يعني غتزيد تجمع لك هاد البلاصه والفورمه ديالك غتزيد تبان زوينه. وبالنسبه للحاجه الثانيه صراحه اللي ما عجبتنيش فيها، انها الا درتيها ودوزتي بها مثلا واحد المده يعني ديال ساعتين ولا ثلاثه السوايع تقدر تحيدها، يضربك البرد لظهرك ولا لهاد المناطق هادو، يعني تقدر يضرك مصارنك ولا شي حاجه، يعني هادي اكثريه ديال الناس كتوقع عليهم وما كيعرفوش منها. الناس اللي تيديروها واللي تيتفرجوا في هذا الفيديو غيكونوا عارفين هذه المعلومه، ملي كديرها حضي راسك عرف وقتاش تحيدها وقتاش تلبسها، حيت هي راه هاد البلاصه كتزمتها لك مزيان وكتعرق مزيان من هاد لابارتي هادي. واحد النقطه، العرق راه ما تعنيش دهون، العرق راه يعني املاح اللي تنشربوا من المياه من الماكله، يعني العرق شحال واحد راه غلط، هادي غير واحد النقطه بغيت نشير لها، ان العرق راه ماشي الدهون اللي تيكونوا في الجسم ديالك، العرق ما عنده حتى علاقه بالدهون. المهم نكملوا، كما قلنا الا بغيتي ديرها عرف وقتاش ديرها وقتاش تحيدها. انا نعطيكم طريقه زوينه باش تلبسوها، الا كنتي في لاصر راه ماشي مشكل، الا كنتي في لاصر غديرها تلبسها منها اللحم ماشي مشكل، حيت لاصر نورمالمون سخون غتدخل مثلا للدوش سخون ما كاينش مشكل. ولكن الا كنتي، انا نهضر لكم على حاجه اخرى، الا كنتي مثلا تخرج بها بحال اللي قلت لكم اكثريه البنات، انا صراحه انا تنديرها بعض المرات تنخرج بها يعني بيس عادي، الا كنتي غديرها تخرج بها حاول تلبس من التحت، تلبس تيشيرت ديالك، تيشيرت ولا ديباردور، ولبس فوقه تريكو ولا شي تيشيرت اخرى، مهم لبس جوج ديال التيشيرت ولا شوف انت على حسب شنو كتلبس، عاد ديرها من الفوق، يعني كوميم الا درتيها استعملتيها بهذه الطريقه اللي قلت لك غادي تجي للدار تحيدات لوحه، يعني ما غادي يضربك لا برد لا والو، حيت هي نورمالمون صعيبه وحنا تنعرفوا ان اصعب بلاصه يقدر يضربك ليها البرد هي هذه البلاصه ديال لومبير، حيت صعيبه ديال بصح راه هذاك البليصه هي اللي هازه الجسم ديالك كامل، ولا ضربك البرد ليها يعني غتعاني مزيان الله يستر. بالنسبه للناس اللي تيبغيو يحيدوا الكرش ما تنساوش هذه القضيه هذه، ضروري الريجيم ديالك، الريجيم ديالك كيلعب واحد النسبه ديال 95%، الريجيم هو كلشي، الريجيم الكارديو، ديك الساعه الا طبقتي مع هذه يعني كملتي المساله غادي تطلع واحد الفورمه اللي زوينه. مهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، انا حاولت نلخص لكم، ما بغيتش ندير شي فيديو طويل، حاولت نلخص لكم شنو الفائده ديال هاد السمطه وشنو ما كديرش. مهم نتلاقاو في فيديو جديد، بيس.